حياكم الله أخي العزيز ومساكم الله بالخير والعافية إن شاء الله. يا مرحبا وسهلا فيك وسعيدين بالتواصل معك. ونقف كذلك على آخر المستجدات في قطاع الإيواء والإغاثة، وإذا كان هناك يعني مستجدات جديدة خلال الساعات الماضية. بارك الله فيك. طبعا القطاع لا يزال مستمر في تقديم المعونة الغذائية للأسر المتضررة في ولايات محافظة شمال الباطنة وجنوبها. بالنسبة لولاية المصنعاء وكذلك ولاية السويق والخابورة وصحم. نعم. بالنسبة لولاية المصنعاء أجزاء منها، وبالنسبة لولاية صحم أجزاء منها. أما باقي ولايتي السويق والخابورة أعضاء من أغلب الولايات، أغلب المنطقة يعني كانت متأثرة. والأخوان جزاهم الله خير طبعا بالتنسيق مع جميع المتضررين في الصلفان من جمعيات أهلية وفرق خيرية وكذلك مؤسسات خيرية، والمجتمع بيجمع يعني أفراد جزاهم الله خير كل التقدير يعني. نعم الأستاذ حمود، هل بدأت اللجنة في صرف الإعانة العاجلة الأولية التي قدرت بألف ريال للأسر المتضررة؟ نعم اللجنة بدأت أعمالها من يوم الجمعة بشكل رسمي. وصادف هذا اليوم طبعا وجود الصورة الكبيرة الملحمة الإنسانية والمتطوعين في هذه الولايات لتقديم الخدمات جميعا، مما يعني أثر قليلا على أي إجراءات زيارة المناطق بسبب الزحمة التي كانت في الولاية، ولكن بدأ الفريق المشكل بزيارة المنازل المتضررة يوم الجمعة، واستأنف يوم السبت واليوم اليوم الثالث للزيارة. نعم أستاذ حمود، أنا أريدك توضح نقطة في غاية الأهمية، وأنا متأكد أن هناك يمكن فهم مغلوط لها. تم تداول عدد من الفيديوهات أن والله اللجنة طالبة بيانات بأوراق ومستندات، ونحن في حالة يرثى لها وكثير من المنازل هذه تضررت، فيعني توضح هذا الجانب. بارك الله فيك. بالنسبة لهذا الموضوع هو موضوع المستندات، أنا أؤكد من خلال هذا الاتصال الهاتفي والكثير من طبعا اللقاءات التي كانت معي خلال اليومين الماضيات، بأن جميع المواطنين يعني يستقل معلومة صحيحة من المصادر الموثوقة، وإحنا دائما يعني جزاكم الله خير يعني في تغطية إعلامية كثيرة للموضوع وللتوضيح، ولكن يعني هناك يعني ناس ربما تثير بعض الإشاعات فبالتالي تؤثر على يعني وضوح الحقيقة. بالنسبة للمستندات المطلوبة من المواطنين المتضررين، مطلوب فقط الرقم المدني. إن توفرت البطاقة الشخصية، احنا يعني بحاجة الى الرقم المدني، وذلك لعدم التكرار ولضمان الاستحقاق الصحيح للربط مع الأخوة في شرطة أمان السلطانية. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني رقم الحساب لتسهيل عملية تحويل المبلغ عن طريق الحساب البنكي لصاحب العلاقة. احنا طبعا كلجنة يمنع منعا باتا يعني إلا إذا في حالة طارئة فقط تسليم عن طريق الشيك، ولكن التحويل يتم تحويل إلكتروني لحساب صاحب العلاقة. نعم إذا هذا المستندين فقط المطلوبات. وطبعا مثل ما وضحت لك البطاقة الشخصية يعني ليست المطلب، إذا كانت غير متوفرة بسبب أو بآخر بسبب الأمطار أو بسبب يعني ضياعها في الحالة المدارية تأثيرات الحالة المدارية فلا يمنع يعني تم التنسيق مع الأخوة في شرطة عمان السلطانية في تسهيل عملية استخراج البطاقات الشخصية، وعنده يعني فقط وصول رقم مدني احنا مكتفين كفريق. نعم إذا هذا تأكيد منك الأستاذ حمود. تأكيد نعم. أن هذه المستندات يعني ليست بالضرورة، ولكن إن وجدت والأهم هو رقم البطاقة اللي الواحد يقدر يحصل عليه بأكثر من طريقة إذا فقد بطاقته. والرقم الحساب البنك هو اللي يعني لضمان المبلغ تأكيد تحويل وصوله. نعم وتأكيد التحويل. إذا نتمنى مثل ما ذكر الأستاذ حمود أن استقاء المعلومة، لأنه من البديهي جدا والمعروف أنه ما حد بيطالب الناس بمستندات غارقة، يعني خلنا نقول إن صح التعبير. هو في فرق في بعض الأشخاص ربما يعني استقصدوا إثارة بعض الإشاعات في هذه الفترة، وهو متداول وتم رفض كثير من الإشاعات. وأنا إذا يعني ساعفني الوقت ممكن
أذكر بعض منها لأنها مهمة جدا جدا. أذكرها أستاذ حمود، هذا ترى واجبنا يعني الآن، نريد نوضح الجوانب. الانتباه في هذه الأوقات بالأخص يعني الحالات الطارئة هي وقت جميل للأشخاص اللي هم يسعوا لإثارة بعض الشائعات. فأنا أؤكد مرة أخرى المطلوب البطاقة الشخصية، ونأخذ فقط منها الرقم المدني، وإن وجدت نأخذ منها صورة، الثاني رقم الحساب فقط. بالنسبة للصور، بالنسبة لملكية المنزل، إن كانت إن وجدت فقط لدى صاحب العلاقة، إن وجدت لا يطالب فيها، تم التنسيق مع الأخوة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وهم موجودين مع الفريق في مركز العمليات. ممتاز. مباشرة عن طريق الرقم المدني يتم استقلاب المعلومات إلكترونيا لتأكيد، لأن ظهرت بعض الشائعات، نحن الآن في سنة 2021 لا تزال تستخدم المستندات، ونؤكد أن الربط الإلكتروني موجود تماما مع الفريق. نعم. مع الجهات المختصة، شرطة العمران السلطانية، وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. نعم. هذا للتأكيد. بالنسبة للصور، الصور يقوم يعني بالتقاطها الباحث الميداني في أثناء الزيارة. وإن كانت لدى صاحب المنزل هذه الصور فيتم إرسالها مباشرة في نفس اللحظة، لا داعي لسحب الصور، لا داعي لتكليف مصاريف إضافية. وإن رغب يسحب، إحنا يعني تنسيقنا مع الأخوة في في وزارة التنمية الاجتماعية، في دوائر التنمية الاجتماعية الموجودة في هذه الولايات، يقوموا بسحب الصور مباشرة عن طريق المكاتب إذا دعت الحاجة فقط. نعم. ولكن الصور الإلكترونية يتم تخزينها إلكتروني في الأنظمة. نعم. هذا للتوضيح بالنسبة للمستندات. ممتاز. الأستاذ حمود، الآن مع تفاوت الأضرار بين منزل وآخر، ما هي معايير صرف هذه المعونة؟ طبعا التوضيح أن التصوير الجوي تم في أثناء وجود الحالة، وفي أثناء يعني الحالة المدارية، وفي أثناء وصول الأودية وغمرة المنطقة وتأثر المناطق، تم تصوير مسح جوي كامل للمنطقة. المناطق المتضررة بشكل كبير وهي من الدرجة الأولى، واضحة وضوح تام لدى اللجان. سواء الفريق المشكل الحالي أو الفرق التي تعمل في الجهات الأخرى. بالنسبة لتفاوت أو معايير تقدير الضرر، متى ما كان صاحب المنزل أو الأسرة تضررت معيشتها بشكل مباشر فهو مستحق للمساعدة. الجميع مستحق، لأؤكد الجميع إن شاء الله بيكون مستحق، ولكن في بداية الأمر سيتم مسح لجميع هذه المناطق. طبعا هذه الفرق الميدانية ممكن احنا نوضحها يعني أكثر مرة للمواطنين بما لمسناه من تخوف وتساؤل كبير. نعم. هذه الولايات قسمت إلى قطاعات وفق حجم السكان، وفق حجم المساحة. نعم. قسمت إلى قطاعات، على سبيل المثال ولاية السويس قسمت إلى 10 قطاعات لتسهيل الوصول بشكل أكبر. ممتاز. ويعني استهداف أكثر الأسر في نفس اللحظة. نعم. 10 قطاعات فيها قرى، القرى هذه يكون الفريق متواجد فيها مباشرة، مثل ما قلت لك نحاول نسعى للوصول لأكبر فئة ممكنة من هذه الأسر. نعم. ولكن هناك أولويات، الأسر المتضررة أو نحن نقول يعني الأسر أكثر ضررا هي من سيتم دراستها. نعم. في الفترة الأولى. نعم. الأستاذ حمود، يعني فقط توضيح كذلك، هذه الإعانات هي للمنازل وليست للأسر، بمعنى أنه بعض المنازل فيها أكثر من أسرة، فيعتقد أصحابها أن كل أسرة يعني تستحق هذه الإعانة، ولكن جيد أنك توضح هذا الجانب. طبعا طبيعة بشكل عام أو مخططات سكنية بالأخص القديمة في ولايتي القابورة والسويق والصنعة وكذلك أجزاء من صحن، هي عبارة عن أن الأسرة تكون في ملكية واحدة، داخل الملكية توجد عدة بيوت. نعم. نفرض أن ملكية يعني واحدة لمسافة كبيرة فيها بيتين، يعني نعم. بيت رب الأسرة الأب وحد أحد من أبنائه في داخل هذه القطاع. نعم. بما أن وجدت منزلين في الأسرة، يعني يتم تعويض المنزلين مباشرة وليس منزل واحد وفق الملكية يعني. نعم. واضح. بما أن وجد منزل في معيشة مكتملة يتم تعويضه مباشرة. نعم. أما إذا كان فقط ملحق، يعني كملحق مجلس مثلا، هذا يعتبر من توابع منزل ضمن نطاق المنزل نفسه.
نعم. الأستاذ حمود يعني من خلال المعاينة على الميدان يتضح يعني مباشرة إنه بعض المنازل غير صالحة للعودة مرة أخرى، يعني ما تحتاج لا صيانة ولا تحتاج تنظيف، هي مناط يعني هي منازل تأثرت بالهدم. الآن ما هي خطة القطاع وما هي توصياته لهذه المنازل؟ لأنه واضح جدا إنه ما في إمكانية الآن لصيانتها أو عودة ساكنيها فيها. صحيح. بالنسبة لإجابة لهذه النقطة برجع لك في نقطة تشكيل الفريق. اللجنة مشكلة أساسا يعني مدركة تمام أن هذه الأسر التي تأثرت ربما تكون لديها طلبات سابقة لمنحة سكنية أو قرض سكني، لديها طلبات مسبقة، فضمت لتشكيل الفريق لتسهيل على الناس ومحاولة مساعدة هذه الأسر بشكل أكثر. يعني ممكن الفريق يكون نزل الميدان ووجد أسرة تأثر منزلها وغير صالح للسكن. نعم. يتم البحث من خلال رقم مدني عن طلب الذي لديه في وزارة الإسكان. إن كان لديه طلب سيتم تقديم طلبه بأقرب فرصة ممكنة وأسرع يعني وتيرة من السابق. نعم. وأتوقع أنه ممكن من السابق لأوانه أنه يتم البت الآن والحديث عن مثلا إنشاء مساكن بديلة أو غيره، أتوقع كذا. نعم. هي كمقترح جميع المقترحات هذه تدرس ونتائج، يعني أنا يعني فرصة أني أشير لبعض التساؤلات يعني من خلال رصدها. ما الفائدة من الزيارة يعني؟ دائما الضرر واضح، دائما تساؤلات. طبعا الفريق لما يكون أو الباحث الميداني لما يزور هذه الأسرة أو يزور هذا المنزل المتأثر ليس فقط من أجل التأكد من الضرر الذي أصاب المنزل، ليس الهدف هذا يعني بشكل مباشر، ولكن هذا أحد الأهداف. الهدف الأول طبعا للتأكد، الهدف الثاني للتأكد مدى صلاحية عودة هذه الأسرة لهذا المنزل، التأكد مدى حاجة الأسرة لبعض المساعدات الأخرى بغض النظر عن المساعدة الفورية أو المساعدة العاجلة التي أقرتها اللجنة، للتأكد من حاجة الأسرة لمثلا أدوات، هل هناك يعني بعض الأطفال مثلا في سن الدراسة، التأكد من عدة أمور في نفس الزيارة. وليس فقط لاستهداف موضوع واحد اللي هو موضوع هل المنزل تأثر أو لم يتأثر. نعم. الأستاذ حمود هناك كذلك نقطة مهمة، يعني إذا كانت الأرقام متوفرة لديك، كم عدد المساكن البديلة التي تم توفيرها إلى الآن؟ أقصد الشقق اللي تم استئجارها للمتضررين، وهل لازال توجد أي يعني أسر أو أفراد في مراكز الإيواء؟ نعم. طبعا الحمد لله ولله الحمد والمنى، يعني جميع مراكز الإيواء تم إخلاءها ما عدا مركزين بقت موجودة لا تزال لحد هذه اللحظة، هي مركز واحد في ولاية السويق ومركز واحد في ولاية القابورة. طبعا هذه المراكز فيها تقريبا ما يقارب 153 فرد موجودين في نفس الولاية لقربهم من منازل وعدم رغبتهم في الخروج لأماكن أخرى. قربهم طبعا هم يروحوا للمنزل يعملوا عملية تنظيف مثلا ثم يرجعوا لمكان لمركز الإيواء لقربهم من المنازل، فبالنسبة لهم مناسب يعني بسبب مناسب جدا. تم عرض لهم شقق موجودة في ولاية صحار ولكن يعني لبعد المسافة لا يرغبون في الذهاب لتلك المناطق، فضلوا البقاء. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني طبعا القطاع قام بالتنسيق مع جزاهم الله خير المتبرعين في عديد من الولايات ومنها ولاية صحار، كان في تبرع في لبعض الشقق. تم تسكين 225 أسرة، طبعا رقم قابل للزيادة وفق الحالات التي ترغب في استئجار في نقلها إلى هذه الشقق، ب 1470 شخص يمثلوا هذه الأسر وهم موجودين، يقدم لهم الخدمة كاملة من المعيشة والفراش واحتياجاتهم الأساسية. نعم ممتاز. يعني الجهود التطوعية واضح أنها كبيرة ومستمرة الآن في الميدان، يعني ممكن من خلالك الأستاذ حمود تطلعنا على أولويات الجهود التطوعية. شفنا الفترة الأخيرة ما شاء الله، يعني سواء المياه والمأكل والأشياء الأساسية هذه
كانت متوفرة بشكل كبير، لو كانت هناك صعوبة أحيانا في إيصالها لبعض الأماكن، لكن واضح أنها متوفرة. أولويات المرحلة القادمة. طبعا أنت ذكرت نقطة مهمة جدا اللي هي المرحلة ما بعد الحالة المدارية. الحمد لله إحنا نعتبرها يمكن توفير الحاجات الأساسية للمواطنين والمقيمين على هذه الولايات، وتم توفيرها بشكل كبير. يعني كل الشكر والتقدير للمساهمين من محافظة ظفار حتى محافظة مسندم، وتم تغطيتها بشكل كبير جدا جدا. يعني ربما تبقى الحاجة الآن في المرحلة الثانية، وهي بدأت كيفية المساهمة في بعض الاحتياجات الحالية في إعادة هذه الأسر من خلال الأجهزة الإلكترونية من بكل أنواعها، طبعا بدءا من التلفزيون والثلاجة والطباخة، أدوات المطبخ، تكييف. هذه المرحلة يعني نحن بحاجة لتكاتف في هذه التبرعات. نعم. اللي احنا نسميها مرحلة التعافي إن شاء الله بإذن الله تعالى. ونفس الشيء يعني في نعم الأستاذ حمود. أستاذ حمود تسمعني؟ تسمعني انقطع. نعم الآن أسمعك. نعم تفضل. أيوة. هذه المرحلة إن شاء الله يعني نركز تبرعاتنا بشكل كبير على الأجهزة الإلكترونية والمساعدات أو التبرعات المالية بشكل. نعم. وشفنا الحمد لله يعني جهود كبيرة حقيقة في نعم جهود كبيرة حقيقة، وجزا الله يعني جميع من تبرع في هذا المقام. نشكر يعني نشكر الجميع. وفي في يعني ممكن أنا أشير لنقطة مهمة في هذه اللحظة. تفضل. نقطة مهمة هي وردت يعني عديد من ملاحظات أو وصلت يعني رسائل تم تداولها في جمع مال لأجل يعني مساعدة الأسر تحمل حسابات شخصية. نأمل من الجميع الانتباه في هذه النقطة. يعني لا يتم جمع أي مال من الجمهور لغرض مساعدة أهالينا في هذه الولايات أو الولايات المتأثرة عن طريق حسابات شخصية. يرجى من الجميع التوجه لمن رغب في المساهمة إلى الحسابات الرسمية عن طريق الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، وكذلك عن طريق الحسابات المباشرة للجان التنمية الاجتماعية في هذه الولايات. أي قناة أخرى لجمع التبرعات هي حقيقة لن تتوجه إلى هذه الأهالي، وإنما إلى أهداف أخرى. أنا. مثل ما قلت لك يعني تنتشر بعض الشائعات في هذه الفترة، نأمل من الجميع الانتباه. نعم. كذلك يعني يرجو الانتباه بعدم تسجيل في أي رابط إن لم يكن يحمل الصيغة الرسمية وتم نشره من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. نعم، وهي متوفرة وبأكثر من طريقة وبأكثر من أسلوب يمكن للشخص أن هو يتبرع بالطريقة الصحيحة. الأستاذ حمود ما أعرف إذا كان هذا من ضمن قطاعكم قطاع الإغاثة والإيواء، لكن هناك يعني وصلتنا فيديوهات وصور لكثير من المزارع مثلا المتأثرة، المحلات التجارية المتأثرة، بعض هذه المزارع فيها مشاريع ضخمة حقيقة تخص يمكن الجوانب يعني مشاريع الأمن الغذائي خلينا نقول اللي هي الدواجن وغيرها وغيرها وغيرها. هل هذه كذلك من ضمن قطاعكم ولا يتم التعامل معها بطريقة مختلفة؟ هو يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. طبعا القطاع معني بما يخص الأسرة بشكل مباشر من محل الإقامة المسكن والأثاث والأجهزة الإلكترونية، تأمين المعيشة المناسبة لهذه الأسرة من هذا فقط. أما ما يخص الجوانب الأخرى بالنسبة للمجال الزراعي والمجال الثروة الحيوانية فهي مختصاص جهات أخرى هي قائمة على هذا الموضوع. جيد. أستاذ حمود زرتوا مناطق جبلية في الداخل عند رؤوس الأودية؟ نعم. كيف يبدو المشهد هناك؟ لأن سمعنا صوتيات وصور يعني لبعض القرى. نعرف المناطق الجبلية أعداد المساكن فيها قليلة، يعني عادي نقول لك هذه قرية بس فيها 5-6 منازل، لكن كيف شفتم المشهد من هناك؟ وهل فعلا كما يروى أنه بعض المناطق وكأنها يعني أو القرى وكأنها مسحت يعني بسبب جرف الوادي وغيره؟ يمكن يعني أنا أوضح لك النقطة الأهم في هذا الموضوع. تفضل. تم تداول كثير من الرسائل في الفترة الأولى، ولكن هذه الرسائل بدأت تقل تدريجيا. متى تم تداولها؟ مباشرة بعد الحالة المدارية بصعوبة الوصول لهذه القرى سواء كان في مركز المدينة أو في الأودية.
نعم. ولو تلاحظ المتابع لوسائل التواصل الاجتماعي يعني يرى الفارق بين السابق والحالي، فهذا دليل أولا شيء يعني لقدرة الناس على الحركة حاليا لافتتاح العديد من الطرق التي كانت صعوبة الوصول إليها. نعم. بالنسبة للمناطق الجبلية فعلا كان هناك ضرر كبير في الطرق المؤدية أو الطرق الرئيسية المؤدية لهذه الأودية بحكم موقع الطريق في مجرى وادي، وكما تعلمون يعني كانت كمية الأمطار التي هطلت على هذه الولايات وأدت لجريان الأودية، وبالتالي كان يعني مناسيب المياه عالية جعلت هذه الطرق يعني لا وجود لها. فبالتالي استغرقت الجهات المختصة لإعادة الطريق على الأقل لتمهيد إعادة الطريق أو إمكانية الحركة فيه أخذت وقت أكثر في ذلك، فتأخر يعني تقديم المعونات بشكل عام، ولكن من خلال كنا احنا في الفترة الأولية يعني للحالة كنا عن طريق النقل الجوي يتم الوصول لهذه القرى. والحمد لله قدمت طبعا المساعدات الغذائية، وربما يعني كانت الناس تشتكي لأن مثلا الكهرباء كانت غير متواجدة، كمية المياه غير متواجدة، فهي الصعوبة في نفس اللحظة يعني، ولكن الحمد لله بدأت تقل هذه الإشكالية. الأستاذ أحمد سامحني بعيد عليك هذا السؤال، لأنه عشرات الأسئلة الآن تصلنا نفس السؤال، هل يعني متى من المتوقع إيداع المبالغ في حساب المتضررين، ومن خلال المسح الجوي كم عدد هذه المنازل تقريبا؟ احنا طبعا المسح الجوي نمسح المنطقة بشكل عام وليست عدد المنازل، ولا يخفى عليك ما عندي الاستهداف واضح كثير، لأن يمكن بعض المنازل صحيح أنها فعلا لم تتضرر بالمياه وإنما تضررت بالرياح. نعم. فبالتالي احتمال كثير موجود يعني مظلة تطايرت، جدار تطاير، جزء بسيط تطاير، فبالتالي معدل الحالات المستهدفة غير واضح. أنا عندي كرقم. بالنسبة للموضوع المبالغ أو المساعدة المالية التي خصصت، تم تسليم عدد يعني ما أقدر أؤكد الإحصائيات اليوم لأن أنتظرها تكون في نهاية عمل الفريق على بعد المغرب بإذن الله تعالى، ولكن العدد تم تحويل تقريبا ما يقارب 100 حالة في الجزئية الأولى تقريبا يعني. إذا بدأ فعليا إيداع المبالغ فعليا بدأ التضرر وحولت للحسابات البنكية. ممتاز. ويعني تم يعني توجيه المواطنين باستلامها بشكل مباشر. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ حمود، ودائما يعني سعدت بال في الإجابة على كل التساؤلات، فشكرا جزيلا لك. الله يعني إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا للأستاذ حمود بن محمد المنذري.